فسحة، والفسحة الليلة مع زميل حمزة عيلان في التقديم، ويستضيف محمد بن عبد الفتاح وهو رئيس رابطة مشجعي المنتخب الوطني. إذا هناك موضوع. شكرا للزميل محمد والبلال. مشاهدينا الكرام، وصلنا الآن إلى الفسحة الرمضانية، وموضوعها اليوم هو عن طبعا الإقبال على الرياضة في شهر رمضان. ومساء الخير، اليوم معنا الأستاذ محمد عبد الفتاح، رئيس رابطة مشجعي منتخب المرابطون. مساء الخير. مساء الخير. طبعا سبق نتكلم عن الإقبال على الرياضة اللي مثلا عاد مسألة مشاهدة اليوم في موريتان من خلال السنوات الأخيرة. لين نتكلموا شوي عن ثقافة التشجيع بمناسبة لقاء الكاميرون الماضي، بالرغم من الخسارة طبعا شاهدنا في المدرجات يعني تشجيع منقطع النظر، شنو هو السر وراء ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اولا نشكر قناة الموريتانية على إتاحة الفرصة. السر واضح، هو عمل هذه الرابطة اللي الحمد لله بعض الشباب فترة وجيزة استطاعت ان تحول الملعب الاولمبي الى لوحة فنية رائعة، خصوصا ثم قدر من العمل خلال سابق المباراة هذا الجمهور. غير ذلك مثلا ذوك التحضيرات اللي الطريقة اللي تجمعوا بها الجماهير، وانها طبعا مولي شراء الاعلام يعني ياسر من مظاهر التشجيع الجديده. صحيح، بالنسبه لمظاهر التشجيع هي كانت اولا اسم الرابطه قدمت كثير من الاموال، خصوصا ياكل يعود جمهور الموريتاني حاضر في المباراه، وكان الحمد لله الحضور كبير بفضل اسم الرابطه لانها قامت بعدة انشطه سابق المباراه، انشطه تحسيسيه، وكذلك اشترت بعض الاعلام وبعض اللافتات وقسمتها على المشجعين داخل المدرجات، وكذلك نظمت المدرجات ياك ما يخلق فهم اي فوضى، لان لا قدر الله اي شقب من الجمهور الموريتاني قد يؤدي المنتخب الى عقوبات، وقد يفرض عليه عقوبات، قد ينطرد من المنافسه بصفه نهائيه. ولذلك يعني ضبط هذه النوع من الحالات، يقعدوا فهم واحدين مندسين لا قدر الله مثلا يخرقوا اعمال شغب غير متوقع. بالتاكيد يعني شنو التدابير؟ بالتاكيد بالتاكيد، حتى بعض الجمهور يعدل من التصرفات بغير قصد كاع، مجرد حدوك راجل شويه يزرق بوش مماوك شاك عن في شيء، وهي عندها اضرار كبيره. لذلك احنا قبل المباراة جينا سابت تبدأ المباراة من الصباح الباكر، مع أن تعرضنا لقدر من المضايقات من لجنة التنظيم، وكانت للأسف الشديد ما كانت متوقعة، وبرغم ذلك قدرنا أن نسيطر على المدرجات ونعدلوا اللافتات اللي شفتوا الناس كاملة، وعود جمهور كان جمهور اسمه ضابط. أستاذ محمد، خلينا شوي ندخلوا في الموضوع. طبعا ما شاء الله عدت الناس تبدأ تشجع مثلا وتمشي تآزر المنتخب، منتخب المرابطون. بالنسبة للفضاءات المفتوحة، الساحات العموميه، الصالات المغلقه، عاد الناس تجيهم اكثر في رمضان، هم اللي مختلف الاعمار، نساء، رجال، اطفال، شنو هو هذا السر؟ السر بالنسبه للساحات واضح، لان اصلا هون المركوط ما كانت في ساحات فضائيه لممارسه الرياضه، خصوصا هذه الستات ترك العاده كانت خارجه، ما كانت جالسه المركوط الا سنتين ولا ثلاثه، ما كان فيها قدر من ستات. لاحظوا اللي عن قدر من الشوارع عاد عندها ساحات يقدر خلق عاد مسرح للرياضه، ولذلك هون اللي وعي عاد عند الموريتانيين باهميه الرياضه، لان الرياضه اساسيه للجسم، خصوصا حد ظهر الصايم على الاقل لابد يعدل 30 دقيقه ولا 20 دقيقه من الرياضه، يعني يحرق عنه قدر من الدهون وبعض المستويات. نلاحظوا في الاحياء طبعا الحارات والاحياء نعودوا فيهم تورنوار مثلا رمضان، مدرك انكم انتم نظمتوا شيء منها والله شارفين. صحيح. بالنسبه للتورنوارات كنا دائما نشاركوا فيها كافراد، تقريبا الساعه جات الرابطه عندها برنامج طموح ان شاء الله وعنها في المستقبل، كانت في رمضان تعدل قدر من النشاط، للاسف الشديد هم غياب بعض عناصر الرابطه المهمه وما خلانا ننظموا بطوله رسميه، غير ان شاء الله هو في الفترات القادمة هم عدة برامج منها تنظيم بطولات في رمضان وغير رمضان إن شاء الله، وفهم توزيع قدر مولي من المنشورات على الناس في سهرات في الأجواء الرمضانية تحثهم على ممارسة الرياضة وعلى التشجيع في جميع المنتخبات الوطنية مهما كانت فئتها العمرية. طبعا غياب بعض الناس اللي يعود ما يقد يقيس صالة مثلا ولا شيء، تشوفوا مثلا الشوارع اللي مضيئة هون في نواكشوط ماشي عدل الرياضة، شنو أكثر الرياضات اللي قابلة الناس عليها في رمضان والله اللي فضلك.
بالنسبه لاكثر رياضات تقبل الناس هي رياضه كره القدم وكره السله. دائما كره القدم هي عند باسكت وباسكت وكره القدم وهم اللي رياضه المشي عندها جمهور لا باس فيه خصوصا تشوف شارع المطار قدر من الخلق يمارس رياضه المشي. بعد الجمهور الاكبر في نوركوت هو لكره القدم لانها اللعبه الاكثر شعبيه للعالم كامل. موريتانيا يمكن ثالث الحمد لله تستوعب ظاهره صحيه ونرجو منها ان شاء الله ان تستمر وتزداد شعبيتها لان الرياضه ماده اساسيه لجسم الانسان وماده اساسيه من اجل الوحده الوطنيه لان المنتخب يجمعنا طبعا فيه جميع الموريتانيين نشوفهم ان شاء الله التشجيع ما فهم اي فرق بين اسود ولا ابيض ولا فهم اي شريحه لذلك هذا النوع نوع المبادرات يرجو ندعم من جميع السلطات والجهات المعنيه لاش من اجل الوحده الوطنيه. وبالنسبه طبعا شهر رمضان اليوم الناس بدات تعمل تعدل رياضه تعيش مكان كانت الناس يكسعدا فاخبار التشجيع واللي يقول لك انا ماني ماشي نشجع يعني نظره للرياضه بشكل عام صحيح بالنسبه قال لك ذا الواحد فيه ما يعطيك توحل فيه يعطيك توحل في شيء منتج مثلا الرياضه اليوم منتجه لا للاسف الشديد حتى الان الرياضه ما عادت الرياضه منتجه لان مازال دوري ضعيف الكاس الوطني كذلك مستوى ضعيف حتى المردود المالي لتجبر الانديه من الدوري والكاس مازال مردود ضعيف ما يسد حاجيات الانديه مراسه لذلك لا ما نتوقع عن الرياضه عنها تعود الحاله المنتجه يقر بعد بالناحيه العامه رياضه ماده اساسيه للانسان رغم عن بغض النظر عن لا يجبر المقابله يلطو يمارسها بشكل طبيعي خصوصا العقليه الموريتانيه ما كانت عندها عقليه ممارسه الرياضه كانت تمشي بعد الرياضه حركاتها بعض الاحيان يقول ماشي بعد المباراه لين ما همتك القرايه يقول لك تخسر عملك ماشي بعد بالون هذا ما هو شغل لانه العقليات قدام احنا نحاول ان شاء الله هو عن نتقلبوا عليه مع مرور الزمن نعرف عن عن مازال لابد نقدروا من الجهد قال حد عنده فكره ومؤمن بها مع مرور الزمن ان شاء الله يتحقق الحلم. وانت طبعا هو الانسان اللي قد يحقق حلمه في الرياضه مثلا يرفع راس بلده في الرياضه يقدم شيء للمجتمع من خلال الرياضه مثلا اكيد هو احنا شفنا اضعف الشعوب نشوف اليوم هناك بعض الدول ما تعرف به ما هو رياضينها كثير البرازيل اغلب الناس راكاش الدول العظيمه ما يعرفها ما مخلا الرياضه كذلك اثيوبيا لحقت هون ودون بعض الناس ما يعرف ما العداء الاثيوبيين كذلك الصومال لحقت مرحله معروفين العدائين الصوماليين لذلك هم بعض الدول ما تعرف ما خلال لان الرياضه اصبحت اليوم سفير اصبحت تعرف حتى شاف اليوم مباراه فرنسا حضور الرئيس الفرنسي حضور كامل الحكومه الفرنسيه لتشجيع المنتخب يعرف عن الرياضه عنها طبعا اللي طبعا اصبحت اليوم روايه كبيره عند المجتمعات الاوروبيه لانها وعات القضيه لان حد هم يوحد الشعب حد هم يجبر قيمه للرياضه يقيس المدرجات ويقيس الملاعب دور يشوف قيمة الرياضة توحيدها في الشعب وعنها ثقافة حتى طبعا الجهات المعنية قامت بإعطائها أولوية للرياضة واليوم طبعا نحن نشوف نتائج ذاك تنعكس على رياضتنا خصوصا كرة القدم الموريتانية اللي طبعا كان معروف لها الشيء من قد العادة من قد ممارسة الرياضة كان عاد ورك قد نقول هنا عادة قابلة لأنها تتطور بشوف حسب رأيك ياك العود صراحة بالنسبة للرياضة موريتانيا كممارسة في رمضان الحمد لله إيش فترة يمارس في الرياضة هي فترة في رمضان لأن أصبح الإقبال كبير إنجي أي سيتا مشارات تجبر عملانة إنجي أي ساحة عمومية تجبر فيها قدمات عدد الرياضة هذا كتير أن اقتروا يستمر لازم إلى خلال ماهر رمضان ياك نعرفوا عن عادهم وعي وعادهم ثقافة رياضية المجتمع لباس إن شاء الله نشوفك في رمضان الجاي نعاد عليك محمد والعبد الفتاح رئيس رابطة مشجعي منتخب المرابطون كنت ضيف الفسحة الرمضانية لهذا المساء. إذن فسحتنا انتهت مشاهدينا الكرام ننتقل بكم مباشرة إلى الزميل محمد البلال ولتقديم ما تبقى من فقرات الخيبة الرمضانية إلى اللقاء. المنتخب الوطني نعود إلى ضيفنا الكرام وهذه المرة مع الدكتور